إلى آخر التطورات بالأسواق العالمية. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب ينضم إلي من دبي. أهلا بك معنا رائد وشكرا على وجودك. يعني كل المؤشرات عم بتشير إلى أنه قد نشهد عملية إغلاقات ثانية على مستوى العالم، وهو ما قد يؤدي إلى تضرر مستويات النمو الاقتصادي من جديد. وخليني أبدأ بالحديث عن العملات، لأنه شايفين عادة العملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي يعني بتنخفض لما بتسود حالة القلق، إلا ما يحدث اليوم مع الأسترالي، يعني عم بيرتفع أمام الدولار رغم هذه القلق الذي يسود الأسواق. كيف عم نبرر التحركات؟ بوضوح شديد شهدنا ارتفاعات الدولار الأسترالي ميسا خلال تعاملات اليوم، ولعل البارز فيما يتعلق بالدولار الأسترالي وهو المرتبط عادة يعتبر من العملات المرتبطة بالنمو، أي أنها تتفاعل بشكل كبير مع البيانات الاقتصادية الرابطة أو الهادفة للنمو. وبناء على هذا الأمر نحن لدينا كان بيانات التضخم التي صدرت خلال تعاملات اليوم، والتي أظهرت قراءة عند مستويات 1.6%. تعتبر يعني هذه المستويات تعتبر هي الأعلى منذ 20 عام تقريبا، لم نشهد هذا الأمر منذ عام 2000. وبالتالي ذلك يعطي إشارة إلى أنه حتى وإن كان التضخم هو بنتيجة سياسات التيسيرية والضخمة التي يتم اتباعها بالاقتصادات العالمية ككل والاقتصاد الأسترالي كذلك الأمر، ولكن الملفت للأنظار أن ارتفاع أسعار المستهلكين يعتبر، وحتى وإن كان بشكل تضخمي، يعتبر إشارة للنمو، وذلك يعطي إيجابية نوعا ما وتفاؤل في الفترة القادمة. وتم ترجمة هذا الأمر من خلال تحول واتجاه نحو الدولار الأسترالي نظرا لارتفاع أسعار المستهلكين إلى هذه المستويات التاريخية، إضافة إلى وجود آفاق إيجابية للفترة القادمة خصوصا بالنسبة للاقتصاد الأسترالي، لأنه ما سبق أو ما حدث يعني كان هو الأسوأ، ويخرج الاقتصاد الأسترالي نوعا ما من الأسوأ مرحلة باتجاه مزيد من الإيجابية، وخصوصا أنه مثلا اقتصاده كان مغلق نوعا ما وبدأ وعاد لميلبورن، عادت للحياة نوعا ما من جديد. نعم، طيب، وبالمقابل يمكن أيضا عم نترقب تحركات البنوك المركزية خلال هذه الفترة، يعني مع هذه الإصابات اللي قد ترتفع، وسمعنا ترامب يمكن عم بتحدث أنه لولا الإجراءات ممكن كنا شفنا أكثر من 2 مليون حالة وفاة بسبب كورونا. اليوم الكندي أيضا البنك كندا سيتجه لاتخاذ قرارات فيما يخص السياسة النقدية، هل نتوقع رائد أنه البنوك المركزية أيضا ستستمر مع هذا التخوف والقلق يعني سياستها السهلة نقديا حتى نتجاوز هذه الأزمة؟ أنا أعتقد ميسا بشكل واضح وصريح أثبتت الأزمة أن ضرورة التحفيز النقدي يجب أن تستمر على الأقل 3 إلى 5 سنوات قادمة، حتى وإن بدأت بوادر الانتهاء من الفيروس أو وجود علاج لهذا الفيروس، لأنه بشكل واضح وصريح الضرر الذي تم على قطاعات الاقتصاد. إحنا إذا أخذنا الاقتصاد الكندي على سبيل المثال نجد بأن الاقتصاد الكندي هبط أو ارتفعت مستويات البطالة فيه إلى مستويات 13% بالربع الثاني، تحسنت بعض الشيء إلى 9%. لا تزال البيانات سلبية بالنسبة للاقتصاد الكندي، وأسعار الفائدة الخاصة به هي عند 0.25%. وما ننسى أنه حتى قبل الأزمة، أزمة كورونا أو فيروس كورونا، كان يعاني بعض الشيء الاقتصاد الكندي على وجه التحديد من انخفاض مستويات التضخم إجمالا، على الرغم من السياسات التيسيرية الموجودة وأيضا برنامج التيسير الأسبوعي الذي يقوم بشراء يعني حوالي يقوم بشراء 5 مليار دولار كندي أسبوعيا البنك المركزي الكندي لتحفيز الاقتصاد، ومع ذلك نحن نشهد نمو بطيء أو عودة بطيئة للاقتصاد الكندي في ظل أيضا يعني الضغط هجمات فيروس كورونا على هذا الاقتصاد. بالتالي ليس الاقتصاد الكندي فحسب، وإنما جميع الاقتصادات العالمية أعتقد ستحتفظ على الأقل بثلاثة أعوام من السياسة التيسيرية السهلة والإبقاء على أسعار الفائدة الحالية عند مستوياتها، بالإضافة إلى البرامج التيسير الموجودة لثلاثة أعوام، وهذا يعطي
حقيقة نظرة إلى مستقبلية إلى مجمل العملات، إلى أن هناك نوع من التوازن بين هذه العملات، على أنه جميعها سوف تكون معرضة لسياسة نقدية سهلة، بالتالي الأنظار قد تتجه أكثر إلى السياسات المالية وأداء اقتصادات هذه العملات. نتائج الأعمال المرتقبة أيضا، بوينغ مع هذه الإغلاقات يعني أكيد واحدة من الشركات اللي تضررت بشدة، كيف منتوقع اليوم الإعلان عن النتائج رائد، وخصوصا أنه كان في عائد سلبي على السهم لثلاث أرباع متتالية، بالتالي إلى أي مدى عم تعطينا إشارة أنه قد تبقى النتائج سلبية خلال هذه الفترة؟ بالنسبة لبوينغ المنتظرة اليوم، أعتقد يعني هي أحد القطاعات المنتظرة بشكل كبير، الأفييشن والترانسبورتيشن كقطاع صناعة الطائرات مثل بوينغ، بالتالي من المتوقع أن يبقى هذا الضغط. نحن عم نتحدث عن نزيف سلبي مستمر بالنسبة للماركت كاب الخاص بي أو يعني التدفقات النقدية السالبة الخارجة من بوينغ، وبالتالي مزيد من الضغط السلبي وانهيار من سعر السهم من حوالي 445 وصولا إلى مستويات 150 دولار للسهم. ولكن في نقطة مهمة جدا، أحد أبرز الأسباب التي كانت قد نوعا ما تضغط على سهم شركة بوينغ هو البان أو العقوبات التي كانت أو الإيقاف الذي تم على طراز 737 ماكس. هذا الطراز بدأ يتم رفع أوامر منع التصنيع وتعود مجددا إلى توريد الطلبيات، بالتالي هذا ممكن أن يمثل فارقة إيجابية، ولكن يجب أن نعلم أن الطلب العالمي قل بشكل كبير بنتيجة فيروس كورونا، ولا أعتقد في عندنا طلب حقيقي من قطاع الطيران أو قطاع الشركات الضيافة إلى مزيد من الطائرات خلال الفترة القادمة أو بمزيد من الطائرات بشكل كبير، وبالتالي هذا سوف يسبب ضغطا على بوينغ. ولكن الإيجابية بأنه أصلا في عندي طلبيات سابقة تم إيقافها أو تعليقها وعادت مجددا، هذا لا يعني أنه السهم ممكن أنه يعني يحقق عودة إلى مستوياته السابقة، ولكن بشكل إيجابي ينظر إليه على أنه ممكن أن يضيف حوالي 20 إلى 25 دولار للسهم خلال الفترة القادمة، خصوصا أنه لامس أدنى مستويات. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب، كنت معي من دبي، شكرا جزيلا لك.